خلينا نبدأ في النصايح جزء جزء عشان ايه المشاهدين يستفيدوا بأكبر قدر. اول حاجة، من ساعة ما القرار ده حصل، احنا قلنا من ساعات انا جالي تساؤلات، هنرجع لسوريا، انا عايز ارجع قبل ما يكون في ترحيل. طيب طبعا انا من كل قلبي بتمنى لسوريا ان يكون وضعها افضل من مكان، وتكون الاوضاع مستقرة امنيا، وترجع سوريا احسن من قبل، والخير لكل الشعب السوري اكيد، ده من كل قلبي بتمناه. ولكن الرؤية لغاية الآن غير واضحة، احنا مش عارفين بكرة في ايه، ممكن الله لا يسمح تكون الأحداث أسوأ من قبل. والنقطة دي غايبة عن بال ناس كتيرة، لأن أصلا من ساعة ما سقط النظام والأحداث مش أحسن حاجة. موضوع الاستقرار هياخد وقت، ده أكيد يعني، ومش عارفين ايه اللي هيحصل. ممكن يجي حاكم كمان وحش، ممكن يحصل ظروف أسوأ، احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل. فإذا أنا النصيحة اللي بوجهها للأشخاص، حتى لو في حد عايز يرجع تمام، بس انتظر بس شوية، شوف إيه اللي هيحصل، لأن بحيث قلنا من شوية الرجعة يعني أنت رجعت مش عارف ترجع تاني. والناس تعبت، أغلبية اللي جم جايين تهريب، فتعب، شافوا الموت بعينيهم. فإذا مش بالسهولة دي إن احنا نقول ارجع لمجرد ساعات قليله حصل فيها تغيير. طب يعني اول نصيحه مراقبه الوضع الحالي في سوريا الى ان يكون هناك استقرار تام، اذا في استقرار تام وحد عايز يرجع على حريته. طيب. النقطه الثانيه، كل الاشخاص اللي موجودين في النمسا من فتره طويله، بقالهم 6 سنين فيما فوق، لو سمحتم الجنسيه والاندماج قبلها طبعا ما هو هياخد لازم اندماج عشان يقدر ياخد الجنسيه. اول اهم حاجه واقوى حاجه في النمسا ان انت تحصل على الجنسيه. فاذا من فضلك شوف اذا تقدر تحصل على الجنسيه ولا لا، ومستوفي شروطها ولا لا. طيب اذا في اهل عندهم اطفال اولاد، تمام، وهم شايفين ان هم ما يقدروش يحصلوا على الجنسيه بسبب ان هم مش معاهم لسه مستوى اللغه، او في غرامات للسياره ومش هيقدروا ان هم يحصلوا على الجنسيه، من فضلكم اسالوا اذا كان في امكانيه الاولاد يحصلوا على الجنسيه بناء على دخل اهلهم. تمام، دي نقطه تانية. طيب في شخص بيقول الجنسيه دلوقتي صعبه ومش مستوفين الشروط، الاقامه الاوروبيه حاليا هي كنز، لان بتطلع من ملف اللجوء خالص. الاقامه الاوروبيه اذا حضرتك مقيم في النمسا 5 سنوات، معاك مستوى B1، شغال اخر 3 شهور قبل ما تقدم عليها، بيحق لك حتى لو كنت واخد سوسيال قبل كده، دي غير الجنسيه. تمام، من حقك اذا ان انت تحصل على الاقامه الاوروبيه، هي كتير مهمه وجيده. طيب الاشخاص اللي هم موجودين حاليا وبقالهم اقل من 5 سنوات ومش هيقدروا ياخدوا الاقامه الاوروبيه، ايه الوضع ليهم؟ الاندماج عن طريق الشغل واللغه. كل ما بتكون شغال بيكون موقفك افضل في البلد، كل ما بيكون معاك لغه. يعني هو لسه شارح كمان من دلوقتي الدكتور كلاما، لما حضرتك دلوقتي قدامنا وقت لسه على ما تروح للمحكمة ويسحب إقامة والكلام ده كله، فلما حضرتك تدخل على المحكمة أو على القاضي أو على البي اف اه، حضرتك شخص شغال، شخص معاك مستوى لغة B1، ده بيفرق عن لما تكون دي أسباب إن هو حتى يديك بالظبط، حتى إن هو ممكن يديك إقامة إنسانية. تمام، النقطة التانية إن لو سمحتم من فضلكم الأشخاص اللي مقدمين طلبات لجوء بقالهم 6 شهور، توجهوا المكتب محامي فيكم ان انتوا تستفيدوا وتقدموا شكوى بحيث يجيلكوا رد سريع. احنا قلنا من شوية ان الدولة عايزة تكسب وقت، فدلوقتي هي بتقولك ايه، احنا مش عارفين حاجة، احنا دلوقتي لسه مش عارفين هنرحل ولا مش هنرحل. فكلمة مش عارفين دي ممكن تخلي الشخص اللي مقدم لجوء او مقدم طعن يقعد ينتظر 3-4 سنين. تمام، او مقدم لم شمل. فاذا ده الوقت ان انت سرع اجراءاتك لتشوف ايه اللي هيحصل. فاذا لو انت مقدم طعن وبقاله اكتر من 6 شهور، فيك ان انت تستفيد وتقدم طلب استعجال. والنقطة التانية، لو مقدم طلب لجوء بقالك 6 شهور وما جالكش اي رد، فيك كمان ان انت تقدم شكوى تستعجل الاجراءات. واهم نصيحة للاشخاص من فضلكم دي بعيدها تاني، خدوا نصيحة قانونية صحيحة من مصدر موثوق فيه، ما تاخدش أي إجراء إلا لما تسأل. وحاجة تانية، إذا شخص قدم على الإقامة على تجديد الحماية المؤقتة وما بعتولوش رد وتأخره، أو بعتوله استدعاء دلوقتي تعالى في تحقيق علشان نسحب اللجوء، بالظبط إعادة فتح الملف هنسحب اللجوء، أو إحنا مش عايزين نجدد لك الحماية المؤقتة، من فضلك ما تروحش لوحدك، دور على اي محامي
علشان نشوف ايه التقرير الدولية الجديدة اللي طلعت, ايه الوضع القانوني عشان يقدر يساعدك. هي الوقت دوت مفهوش عشوائية بالشغل, فعلا لازم يكون في مشورة قانونية صحيحة للأشخاص عشان ما حدش يعمل شيء بعدين يكون بالضرر عليه. وزي ما قلنا نحن مش عارفين ايه الوضع هيكون بكرة بسوريا. اذا الوضع بيتحسن نحتاج وقت ان الاشخاص تترحل, اذا الله لا يسمح الوضع مش جيد غالبا هيرجع الاشخاص ياخدوا حماية مؤقتة ويقدروا يعيشوا.